السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم عم بيزابرونتيساج جون فرونسي المستوى السادس ابتدائي صفحة 55 مع لا ليكتور. دونك عندنا البويم هادي ما سيتوينيتي، دونك نحاولوا نقراوها نفهموا علاش كتهضر ونجاوبوا على الأسئلة من بعد. ما سيتوينيتي me tend la main, m'enveloppe dans sa robe et elle m'incite à défendre ma patrie. La patrie est mon identité, elle est mon intégrité, elle est ma dignité et elle est ma fierté. Ma citoyenneté habite dans mes trames, elle se réveille chaque jour avec mes rames. Ma citoyenneté, c'est mon identité, ma joie de vivre, de circuler librement dans ma patrie. Les citoyens de chaque pays sont appelés à épauler leur patrie et celle d'autrui. Un citoyen a ses droits et a ses devoirs. On doit les remplir, les respecter, les soutenir et les développer pour le bien de tous. Alors ma citoyenneté هي المواطنة ديالي اللي هي كتمد ليا اليد ديالها. مونفلوب دون سا روب يعني كتديرني في الثياب ديالها ولا في الكسوة ديالها. Elle m'incite à défendre ma patrie يعني كتدفعني باش ندافع على البلد ديالي. La patrie هو الوطن كما شرحنا في الكلمات وشرحوها. دونك ما باتري اي مون باي، لا باتري اي مون ايدنتيتي، دونك الوطن ديالي هو التعريف ديالي، هو لانتيغريتي اي ما دينيتي اي لي ما فيات يعني الكرامه ديالي والفخر ديالي هو البلد ديالي. لانتيغريتي هي لونيتيتي يعني الشرف ديالي. ما سيتوينيتي يعني المواطنة ديالي هابيت دون مي ترام، إذا لي ترام هما شارحين في الأسفل، هي بحال كنقولو القلب ديالي، دونك كتكون في القلب ديالي وفي الروح ديالي. إل سو ريفي شاك جوغ افيك مي رام، دونك كتستيقظ دائما مع الدموع ديالي. ما سيتوينيتي أو المجاديف ديالي عفوا، مي رام رام هما لي زافيرون بحال دوك اللي كنديرهم في البطوات كنجدفو بهم المجاديف. ما سيتوينيتي المواطنة ديالي سي مون دي دونتيتي يعني التاريخ ديالي، الفرح ديالي ديال العيش، فرحة العيش ديالي. دو سيركولي ليبرومون دون سا دون ما باتري يعني نتجول بحرية في البلد ديالي. لا سيتويني لي سيتويان المواطنون دو شاك بيي ديال كل دولة سون تابولي ا ايبولي لو باتري اي سيل دوتروي، يعني مفروض على المواطنين ديال كل دوله باش يهزوا على الكتاف ديالهم، هما مشروحين لتحت يعني ايبولي هي يساعدوها ايدي، و اوتروي سي لوتر يعني الاخرين الخصوم مثلا ولا الاخرين. ان سيتويان سي دوا اي سي دوفوار، كل مواطن عنده حقوق وواجبات، اون دوا لي رومبليغ لي ريسبكتي، خصنا نحترموهم و لي سوتونيغ و نعاونوهم. Elle est développée pour le bien de tous. يعني من أجل مصلحة الجميع. Très bien. Donc هنا la première question. Donc quel est le titre du poème؟ شنو هو العنوان؟ هو ما سيتوينيتي، هو هذا لو تيتر. كي a écrit le poème؟ شكون اللي كتبها؟ ها هي كاينه في الأسفل. دونك فاطوم أبيدي ها هي كاينه في الأسفل ديال لو تيكست. ها هي هذه هي اللي كتبها، هي البواتية الشاعرة. لا تخوزيام كيسيون اوبسيرف ليماج كو ريبريزونتيل، دونك شنو كتمثل هاد ليماج هادي؟ كتمثل لو درابو دو ماروك، دونك إل ريبريزونت لو درابو دو ماروك. ربعة دو كوا فا بارلي لو تيكست، علاش غادي يهضر هاد لو تيكست هذا؟ نص لو تيكست فا بارلي دو لا سيتوينيتي، غيهضر على المواطنة. ناجيكوتي جو كومبرون، دونك كو في لا سيتوينيتي، شنو كدير المواطنة؟ ها هي موتون لا مان، دونك كتمد ليا اليد ديالها. إذا هنا غادي نكتبو كوم ريبونس لا سيتوينيتي تون لا مان، دونك شنها من البويم. سا دونك وا انفلوب تيل لوتور اس ريال، إذا هنا فين كدير لوتور؟ ها هو قال مونفلوب دون سا روب، كديرني في الفستان ديالها، وهذا ماشي حقيقة غير تعبير فقط، لأن سيتوينيتي أصلا ما عندهاش فستان. دونك إل أنفلوب لوتور دون سا روب،
نو سوني با ريال، ماشي حقيقة، غير تعبير فقط. سبعة اكوا ان سيت تيل، ها هي الى ان سيت المان سيت ا ديفوندر ما باتري، كتدفعني باش ندافع على الوطن ديالي. دونك الى ان سيت لوتور، تدفع الكاتب او البويت ا ديفوندر لا باتري، باش يدافع على الوطن ديالو. لا باتري هو الوطن. 8 la citoyenneté c'est quoi pour l'auteur؟ دونك اش كتعني هي بالنسبه للوتور؟ هي 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 التعريف ديالو، ليدونتيتي، لانتيغريتي، لا دينيتي، الكرامه ديالو، الفخر ديالو. دونك لا سيتوينيتي سي سون انتيغريتي، سا دينيتي، سون ايدونتيتي، سا فيرتي، اي سا جوا دو فيفر، فرحه العيش ديالو. تسعو دوابيت لا سيتوينيتي اس ريال، فين كتسكن هاد لا سيتوينيتي؟ واش هادشي حقيقه؟ ابي دوم مي ترام، دونك قلنا لي ترام هما القلب ديالي والروح ديالي، وكتسكن في الروح ديالي المواطنه. اذا واش هادشي حقيقه؟ لا ماشي حقيقه، غير تعبير. دونك اي لابيت دون لو فون، في العمق، كتعيش في العمق ديالنا. اي دون لام دي سيتويان، في الروح ديال المواطن. نو سوني با ريال، هادشي ماشي حقيقه، غير تعبير. 10 كيل لو دوفوار دي سيتويان دي سيتويان دو شاك باي، شنو هو الواجب على كل مواطن؟ الواجب على كل مواطن هو اللي كاين في الاخر، هو يحترم ولا ديفلوبي بور بيان توس، يعني خاصنا نعملو من اجل الوطن ديالنا. دونك شاك سيتويان دو اي دي اي ريسبكتي سون باي، كل مواطن خاصو يعاون ويحترم البلد ديالو. Très bien, j'étudie la forme du poème. Donc, quel est le nombre de strophes de ce poème? Strophes, c'est le maqata. Donc, chaque fois que je m'arrête, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a 6 strophes qui sont le maqata. 12, quel est le nombre de vers? Chaque fois que je m'arrête, donc le bait, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a 24 vers. 13, 1, 4, 1 est une strophe de 4 vers. إذا كان المقطع فيه أربعة الأبيات كيتسمى كاتخان. دو كومبيان دو كاتخان إي كومبوزي سو بويم، دونك هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، كل واحد فيه أربعة السطورة، يعني كاتخان. شحال من كاتخان كاينة؟ كاينة ستة المقاطع. دونك سو بويم إي كومبوز إي كومبوزي دو سي كاتخان، كتكون من أربع، من ستة ديال لي كاتخان. قلنا كاتخان هو ستخوف فيه أربعة ديال لي فيغ، أربعة الأبيات جاية من كاتخ. Quels sont les vers qui riment ensemble؟ دونك شكون هما الابيات اللي كنقولوا كي ريم كينتهيو بنفس اللحن ولا بنفس النبره؟ لي فير دي دوزيام كاتران، يعني دوزيام كاتران هو هذا، ها هو فيهم نفس الريم في الاخر، هي ايدونتي تي انتيغري تي ديني تي فيير تي، كلهم كينتهيو بنفس الشيء. دونك هنا دوزيام دوزيام كاتران، وكاين ثاني لو دوزي لي دو لو Et le deux premiers, les deux premiers vers des quatrièmes quatrains. Alors, tiens, il y a le quatrième quatrain. Ouais, juste la tarbada ou raba. L'ouline, les deux vers, les deux premiers vers. Aïe, te, te. Tiens, moi, à domnes rime. هنا جو دي لو بويم، دونك مارك لي بوز، مي تقراوها غديروه الوقفات. ما سيتوينيتي ابيت دون مي ترام. Elle se réveille chaque jour avec mes rames. Nasouline dans le poème les mots qui te paraissent importants pour donner du sens. C'est notre tarot kalimat qui redéroule la charge d'elle. Donc, on a deux les charges dans le nas. Intégrité, l'honnêteté, le charaf, ou la dignité, le karama, ou le fakhr, ou le charaf. Ma patrie, ou mon pays, le watan. Un ram, ou les avérons, ou ma doukle majadif. Donc, on a le kalimat qui se tarnale, ou charna. Très bien, هنا تنكون كملنا الصفحة 55 لاباج 55 من ميزابرونتيساج اون فرونسي المستوى السادس ابتدائي مع لا ليكتور. شكرا إلى اللقاء.